معكم الشاطر حسن، رئيس جمعية أيوز للثقافة والفن والتنمية. جمعية أيوز كتقوم بهاد البادرة هادي باش تفرح هاد الناس هادو وباش تجي لهاد المغرب العميق هذا، حيث ما بين الأنشطة الاجتماعية اللي تقوم بها الجمعية هي القافلة التضامنية، القافلة التضامنية الاجتماعية، توزيع الملابس والمواد الغذائية والأغطية. وكنتمنى من الجهات المسؤولة خاصة السلطات المحلية باش دير واحد الإفالتة، واحد الالتفاتة لهاد الجهة هادي، هاد الجهة هادي اللي جينا ليها هنا دوار التمسيون إقليم تارودانت. وكنتمنى الناس وكنتمنى المجتمع المدني حتى هو يدير واحد المبادرة طيبة توزيع حيد الناس هادو محتاجين بزاف، وخاصة كنجد المسؤولين والجهات المعنية والمسؤولة باش يصوبوا دوك الطرقان اللي جينا، راه جينا تكرفنا بزاف دوك الطرقان باش حتى اللي غايجي يلقى داك الشيء ساهل باش يوصل بعدا لهاد الناس هادو يفرحهم شوية، خاصة في هاد الظروف هادي اللي كتشهد الأمطار هادو والثلوج وفي هاد أزمة كورونا هادي. من جمعية شباب تنسيمت عبد الرحيم، كنرحب بهاد الناس، الجمعيات اللي جاو عندنا، جمعية أيوز، جمعية روح التنمية، كنشكرهم على المبادرة هادي وهاد الالتفاتة. بغينا نفتو الانتباه للناس اللي لهاد المناطق هادو اللي كيعيشوا كيعيشوا صعوبات البرد وانقطاع الطرق في هاد الفصل الشتاء. لطيفة أقسيم، رئيسة جمعية مبارك علي للثقافة والتنمية الاجتماعية، جينا اليوم لهاد الدوار تمثيل مع واحد مجموعة ديال الجمعيات، درنا واحد القافلة تضامنية لهاد المنطقة. كيف ما تتعرفوا في هاد الوقيتة كيكون الأجواء شوية صعيبة، وكيف ما كتعرفوا هاد الوقيتة في العام تيكون الجو هنا قاسح شوية، وكاين ناس خاصهم بزاف، وكاين بزاف ديال الأطفال خاصهم ملابس خاصهم، وكنتمنى إن شاء الله جمعيات أخرين يديروا التفاتة بحال هاد المناطق هذا. السلام عليكم، كيف ما كتشوفوا اليوم كاين في هاد الدوار اللي دارت فيه واحد البادرة اللي هي طيبة من طرف جمعية أيوز، ومشاركين فيها عدة جمعيات من تيزنيت من أزرارك، وكيف ما كان نشاط شفناه رائع والأطفال فرحانين. وكنتمنى من الجمعيات ويديروا هذه البادرة هذه اللي دارت جمعية أيوز، وكنشكروا الرئيس ديالها اللي هو حسن الشاطر، وكنتمنى من الجمعيات أنهم يديروا شي بادرة طيبة، وكنتمنى شي التفاتة ولو بسيطة من المسؤولين ولا من السلطة، لأن هاد الناس راه يعانون هاد الناس مساكن، وخصوصا الفئة المتضررة هي الفئة الصغرى. وكنتمناو أننا ما نبقاوش نشوفوا هاد الشيء في الدواوير، لأن الناس والله ما نكتب لكم إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم، معكم سعاد فاعلة جمعوية في جمعية ثقافة أيوز. المهم اليوم جينا قافلة تضامنية باش ندخلوا الفرحة والسرور على هاد الأطفال الصغار اللي كيتواجدوا بمكان اللي كاملوا برود وشتوية وثلج، اللي جينا ولو نفرحوهم غير حاجة بسيطة ندفيوهم وندخلوا الفرحة على قلوبهم. وكنتمنى إن شاء الله الناس كاملين ينوضوا بمبادرات بحال هكايا، حيت فعلا كاين الناس هنايا عايشين في واحد الحالة اللي ما كتصورهاش العقل، البرد والشتاء والملابس ما عندهمش باش يدفاو. وكنتمنى إن شاء الله نوضوا كاملين وندفيو قلوب الأطفال الصغار.